عايزين نبعد عن الهلس بكل أشكاله أجمعين، ونعرف إنه مش هيفيدنا ومش هيزيدنا إلا خيبة واستهتار بناس كتير محترمين، وجايز يفقدنا الثقة فيهم وهم ما يستحقوش هذا من ناس لأنهم محترمين. والأخطر من كده يا ناس، عشان نكون فاهمين ومركزين، الهلس بيطول كل المعاملات من أدب وأخلاق كمان وواجبات فرض علينا من أجل الحفاظ على المجتمعات. والهلس على شبكات التواصل بيبعد بعض الناس عن كتير من إفادات ممكن تكون لإصلاح أحوالهم أو أمل في وصولهم لأفكار انتصار لهم في بعض الحاجات. يعني بيقل من كل انتصار ليكم أيها الناس، خليكم فاهمين. وممكن يوصل لفتنه بين ناس كانوا في الأمور الصح ماشيين. وياريت كمان يا ناس، عشان نكون واضحين، نبعد عن الهلسين أو نفهمهم بأي طريقة إن هذا الكلام غلط، عشان دول برضو يهمونا ويهمنا الحفاظ عليهم أجمعين. ولازم نفهم كلنا ونكون عارفين إن الموافقة على الهلس هتولد لينا أعظم هلس، اللي هيخلي حياتنا كلها ماشية هلس في هلس في هلس.